على الطعام خضعنا لوجود محكمة استئنافية قررت لها، فك الله بالعز قيدهم وأسرهم. للأسر القافلين في زنازينهم ومنها يخوضون أعتى المعارك وأقصارها، ليد مكبلة تقاتل عن سيوف ساحة المعركة كلها، ولمعدة خاوية أضحت تقاتل حتى النهاية، النهاية التي إما أن تكون نصرا مؤزرا يستعيد فيه الأسير حياته، وإما أن تكون بمعدته بعد إمهالها، أو نصرا له وحده يعلن فيه أنه فضل الحرية على الخضوع والهوان. نقيم هذه الفعالية تحديدا حتى لا يحظى الأسير إلا بالكرامة، ونكون فيها وفي غيرها حتى نستعيد كل جسد وكل معدة تخوض هذه المعركة، لنعلن للعدو أننا مع كل أسير جسدا واحدا، نطبطب أوجاعه ونؤازره، ليس خوفا من الموت أو منه، وإنما لأن الحياة كانت لتكون لنا رغما عنه على هذه الأرض، أحياء منتصرين عليها وبكل شبر منها. والآن نترككم مع فيلم القيم من إبداع المخرج الفلسطيني نورس أبو صالح. اليوم 85، انسى الصراخات اللي فضحت الدنيا فيه، وبين قديش انت ضعيف، وانه خطوتك هاي انتحار. ترى احنا كنا حريصين انك تظهر بهاي الصورة، يحرجنا يعرف انه راح يخسر كثير.
محكمة العدل بتناقش بقضية. هذا معناه ولا إشي. ولا إشي. عنا وقت إحنا. بس أنت ما عندك وقت. للأسف. أنا. Good.
شوي اذا اي واحد من الصحفيين بتجوزوا راح يتحملوا المسؤوليه كامله. انت طبيب، ليش مصر تحط حالك محل الجنود؟ انا بس بدي احكي لكم وجهه نظري. اهم شيء بالنسبه لي مصلحه المريض. النساء الفلسطينيات
الأسيرة المحررة عطاف عليان، وكان اليوم الدكتور معنا اليوم الأستاذ عطاف عليان. الأسيرة المحررة كانت من أوائل من أضرب في وجه الاعتقال لذلك وكسر، ومن ثم الشيخ خضر عدنان، ومن ثم ترى الشيخ خضر عدنان قائمة طويلة من الأسرى. هاي هو الإشاعة لدرجة أنه يعني الشيخ خضر الله يفك أسره 54 يوم اليوم. فبقولوا له خلص شيخ بطلت إداري، أنت شو قضية شيخ بطلت إداري. قالوا أنا برضه لا تقرأ ملف إيش القضية حره. هلا نقدرش نحكي مع أسير شو بسوي، ولا مقاوم مثل عرين شو بسوي، ولا شاب يجهز في العقوة، ولا حركة أسيرة تضرب شو بتسوي، ما نجمع عليه قاعد. يعني أنا بقدر أعلق فك الله قايدك يا شيخ بطل، وأنا أعرف يا سلطان شو بسوي لك يا بعدين. يبقى عليها يبسكت ليش؟ لأنه في ماكنة إعلامية ضخمة بيشتغلوا عليها الإسرائيليين بغيروا في أجندتنا. هذا السلاح كله اللي شايفينه في الشوارع هذا كان للطبش للفتنة. يعني هون نستطرد سريعا عن على فيتنام الفتنمي، كانت الرئيس الأمريكي حط معادلة الفتنمي. شو الفتنمي بتقول؟ ما تقدروش تفتوا على فيتنام، فصار فيتنام الشمالية والجنوبية. الشمالية الصينيين والحزب الشيوعي شماله سيطر عليها، الأمريكان سيطروا على الجنوبية فبلشوا يتعاونوا في الجنوبية. فقالوا لهم من ذهنهم قليلوا منحط أراغوز وندعمه نعطيه دبابات نعطيه سلاح نعطيه كذا، شو بضل يضرب ولاد بلده لحد ما هو برضه الامريكي بهدف لبنان 57000 قتيل والحكي عن الجرار. فلحقت طلع كيف هون نحكي نقطه مهمه، فيش افق من مره هانوي بتنقصر وكولومبيا بتنقصر. شو في يعني اي واحد عاقل اي محلل سياسي عاقل بده يقول في تحرير يا جماعه في هذه الحاله؟ أي حدا يقول لك مستحيل يصير تحرير، نص مليون جندي أمريكي في فيتنام مستحيل يصير تحرير. يقول السفير الأمريكي في فيتنام لم أستطع إنه أعبي شنطتي وطلعوني بإيش؟ بالهليكوبتر. خرج من فيتنام بإيش؟ بالهليكوبتر. هذا نقوله في السبعينات. طب إيش؟ وأفغانستان قبل سنتين شرطه بايش؟ ربناش قولوا فلسطين بعيد برضه. ولحد اللي صار مسوي حاله أزعر بده يحكم بالبسطار اللبنانيين، هاي من مميين في وين؟ تل أبيب على المزادة. كل جاسوس برشو رشاق بين أبناء شعر وبصير اليوم وجنرال وابصر المسميات كلها كله بده يطلع على الكندر وعلى المصطفى. هذه ثقافه الحريه والتحرير. لا يمكن الشعوب ما حداش بده يفهمكم والله انه ما فيش زينا الشعب الفلسطيني زي الفئات دائما في الشرطه خارج الاهل بتطلع من دار انت بتلاقي كل الاولاد يمشوا بوفوا ويشربوا فيها. احنا ما فيش زينا كل الشعوب اكلت معاناه وتبهدل. هذا الفيلم درجك في المعاناه بس في النهايه اعطاك نصر. لبنان افتحوا على الحرب الاهليه في لبنان، افتحوا على الفساد اللي سوته اسرائيل في لبنان، دمرت الدنيا. كل هذا الاشاعات اللي بحطوها وبيحطوا لهم اسدامهم عشان يخربوا البلد تمشوش وراها. هلا الاشاعه الثانيه طوله الاضراب، بيجي بقول لك طوله الاضراب، يا الله والله الاسرى اللي اضربوا فردي طول الاضراب. طب يلا هات اكسر راسك وقل لك تعال يا حبيبي. الحركه الاسيري أضربت في 2004 وأنا كنت في النقب أيامها، أضربنا 51 يوم 0 كيلو. إضراب 2017 وشرفنا فيه، يعني إحنا نزلنا نتضامن، كنت طالع من إضراب الفردي نزلنا نتضامن، قلنا من مطلوب لنا 5 أيام شو معنا بنخلص، سرحنا قديش؟ 28 يوم، والإضراب العام كله أصلاً 51 يوم. إضراب الإداري 2014 المجموع 64 يوم. طب هذه الاضرابات طويله، شو دخل الاضراب الفردي كانت؟ انا عقل ممتنع من تولى. طب تعال جاي، الاضرابات هاي الفرديه والجمعيه اللي تكررت لحقت انه الاسرى اخر ثلاث طوش معهم مع اداره السجن شمالهم ما يبلشوش اصلا في الاضراب. يعني تنحل القصه شو؟ قبل ما يبلش الاضراب، مش انتصار هذا؟ اذا شو اسمه؟
انه كله مش بس من قصة كمان مدة الاضراب، شو كمان بيسوي؟ من خلي السجان يعطي اللي بده اياه للاسرى، والاسرى والحركة الاسرى بتهدد بس، تخيل وين ممكن الاسرى وصلت، بتهدد بوقفه بيش اللي بده اياه قبل ايش؟ ما يبلش الاضراب، فهي شغلة كاش مانها، فيش اشي ببلاش، ما حدا يقول لي والله انا معي رانش اوفر، تعبان اتعب روح اتفرج على البلاد تعب في حياته، والله حدا يقول والله انا معي انا من جنب بزت، تعال شو بسوي؟ رجعنا بشكل أبداً بالدرس فيش إشي لا حرية ولا وطن ولا تحرير ولا علم ولا تجارة بتيجي بكبسة زي إحنا هاي تكون مركة من دجيجة فعشان هيك الله يرضى علينا إحنا بنتعرض لكم هائل من الإعلام الفاسد بنتعرض لكم هائل من الفوضى الإعلامية من الفوضى في المعلومة من الغلط في المعلومة من البؤر والحرب في الدنيا بعض الهدف صاروخ طبعا النقاط 2019 النقاط المقاومة في غزة ضربت صاروخ 2019 على تل أبيب عشان دخلوا القوات الإسرائيلية على سجن النقب وبهدلوا الشباب فصار في رادع جديد ما بين الحركة الأسيرية والمقاومة مع الإسرائيلي شباب واستخبارات سجون يعني الموضوع بطل جوا السجون عشان هيك إرادة الأسرى جوا هي من إرادتك أنت كفلسطيني والإسرائيلي بيحاول دائما يحبط يحبطك يعني نفق الحرية جلبه يا الله يا الله مش داخل مخي يعني فعرف من شغله هي كل شيء مغامرة هي كل شيء مغامرة يا زلمة طولوا بالكم طولوا بالكم يعني طولوا بالكم حبايبي في ناس انت عزيمة بتعامل مع اصحاب المؤبدات جوا طبعا كانوا يقمعوني ممنوع اروح اعوفر النقب ما جبت الطالع انه يعني نسوي حركة ضربات فودوني اسمها قامع قاتلي فبودون على الهدريم وعلى الليمون وعلى نفحة مع المؤبدات ونعمل قمعة يعني تخيل انت قاعد مع احمد سعدات ومع ابراهيم خامس ومع عباس السيد يسموها قمعة اقمعني يا حبيبي حبيبك فعشان هيك لما تبقى محور الناس وتشوف الكبرياء الوطني وانا بضل احكيها بعيدها ومش سائل عن حدا فيش انت كنت فلسطينيين هون لشو تكون طاقتك تحكي بالبرمة فاضية قيادتك الفلسطينية للامانة انا شفته في السجون السجون اللي كاينين ما بين عملية والعملية 8 ساعات. هذا القيادة السياسية والعسكرية في السجون اللي هي موجودة. وممنوع يطلعوا من السجون الصفقات. في مؤامرة عربية إسرائيلية على الصفقات. طيب ليش اليهود مش طالبين يسووا صفقات؟ مع إنه الإسرائيلي حسب دينه 5 سنوات ممنوع يصير يضل جوا. أنت لو بتفكر صح ومحل رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي ممنوع يصير صفقات لانه اذا صار صفقه تبادل اليوم بتعزز عندك وعندها وعند اي فلسطيني انه عمي قديش اذا كتبت جندي ولا جنديا بعد شهر شهرين وانا مروح فهذا عكس النظريه تبعت الردع تبعته شو هو الردع تبعه؟ اذا بضرب علم عليه لازم ينضرب ضرب بحيث انه شهرين يضل ينزل دم معدته يسموها الردع عشان لا تشيلها لو تلاحظوا غزه قوة الردع شو كانت؟ كانت العقيدة اليهودية اردعوا وسحبوا الصليع وسحبوا الى هون وسحبوا القانون شو هذا؟ هل تقول انت بلش انت عشان شو مالهم؟ انه كل العيلة شو تتبع سموها الردع الردع وصل فيهم لمرحلة انه كل واحد قدامك اردعوا ادعس عليه عشان يخلص اذا تغزي كل يوم كان ينسى 70% شكل تصور لك عم نحكي تاريخ يا جماعة لحقت انه الدم بالدم اوف والقصف بالقصف اوف ولحقت انه الشاب بيت مسدسه من شباك الجدار بطخ وهي وقع في لازم تمزمز صار الاسرائيلي يقول شان الله تخسفش عشان ما تخسفش طب ما هو بين الردع تبعه انكسر يجينا نقول معقول الضفه يكون جابتها بعد تايت الامولا وزعران وكلابه لا بتقوم يا جماعه الخير ملاحظ اليوم ما على نزال من الثلاثين وينكم حتى القرار بدك تاخذها وحريتك بدك تاخذها وطولت ضرابي ولا قصرت وطولت احتلالك إلي ولا قصرت رحت واجيت قعدت الشباب في السجون هاي عاصمه ولا 12 سنه سجن طلع لو كان مخبي قطعه طلع كمل فيها ورجع المسائل يعني هو لن تصيبك الا ما قد كتبه الله عليك فيش مجال ما فيش تقول يا الله تظل في سجن مع الاداري الاداري لعنه ولحد الان فيش له حل الاداري لعنه فيش له حل
والكل بيعرف يعني الواحد عارف ايه وين اضرب يا زلمه اضرب وتخش مش وقته. اتصلوا في الحركه الاسيره اسماعيل المضيع اثنين طوش قيادات كبيره كبيره كبيره. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله احنا معكم نشد على ايديكم. هو بيحكي من هون ضبطكم يعني ومبسوط حاله وقعد قد شوي مع الجنرال الاسرائيلي وخلص. والله لا حياكم الله شباب نفسجون حبايبنا انتم انتم نبض قلبي والعيون بلا 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 بلا. اذا سمحت مش وقت تضربوا هلا. ليش اقول؟ والله عشان جنين نفسه ملعب. ومن قال لك ان المقاومه تقزم وتجزا ومن قال لك ان الوجع يخصص ولا يزعر اسكت. هذا اسمه مقاومه. يبقى معاه الاسرى بالعرير بالكتيبه بالفرد بالجماعه بالام الشهيده اللي بتزغلت مع انه قلبها مجهول بالام اللي نفسها تردع ابنها تطلع الثلاجه بعد ما استشهد جوا السجن. كل هذا الوجع بلتك مع بعضه بصير شخص خصص وجع عشان تنبسط انت في اطارك الامني. كل ثوره يخصص فيها الوجع وتكسر فيها ثقافه الله من يقوم بذلك فهو جاسوس. اسمه جاسوس الجملوش تسويش فرق سياسي. اسمه جاسوس هذا اسمه جاسوس. ممنوع تحط ايدك فيه. حط ايدك في المقاوم حط ايدك في اللي بحط ايده على الوجع. غير هيك الاضراب راح يطول وال 74 سنه اللي عديناها والاسرائيلي اللي دعس علينا راح يطول الامور زياده. وكلما اعطي مجال للنفاق السياسي سيكون على حساب ام شهيد جديد. تخيلوا لو انه احنا عندنا سلام سكورتات رجال من تشرين بحسب اتفاقيه اوسلو بس على مداخل المدن ما دخلناها بس كم ام ما خليناهاش تبكي السنه الماضيه عشان المصطفى اللي اتفرق قبل يوسف. انتوا بتعرفوا قديش الشهداء اللي ارتقوا عشان المستوطنين نأمنهم الوصول لقبر يوسف أكثر من 70 شهيد. يعني أكثر من 70 أم راح تدخل على عيد الفطر وش مالها؟ تاخذ منها فاضي من وقاحتنا وحقارتنا. شفتوا كيف؟ طبعا مش راح احكي لكم عن المؤامرات اللي بتصير الضربات عشان هون مش موقع احباط. ومش راح احكي لكم عن التفاصيل ان الفيلم اخفى 70% من هالروح وجوه عربيه بس ما عربيه ولا بلغه عربيه تمام. واخر شيء لما اندعس عليهم وانتصروا كثير اسرى ما عجبهمش. لذلك يا اخوان في شخص مخصص وجع الاضراب وسيلتك للسجن ضد الاعتقال لذلك ضد العيش الارض ضد كل شيء تدركوا في ذلك عبر الضرورة. أحمد سعدات، عهد ولد، مجد الإمارة، وجد وجد يجود، مروان البرغوثي، رتبة السجون، وهي الثقافة اللي ماشيين عليها كلها. ما تزيدوا الألم، ولا تقولوا الشعب الفلاني أحسن منه، لا كل الشعوب بعد فهدلت كل الشعوب انسجنت وكل الشعوب انتقلت لدرجة انه على الكاميرا كان يحط المسدس عشان يردع كل الشعب الجبهاني كان يحط المسدس في راس المواطن يضربه. ومع ذلك انا في اصواتنا عالية. ما امر الله بذلك فيكم رمضان كريم هي مؤسسانا قطر يوصل الى 4000 طاقم في القطاع الطبي وفي نفس الوقت مقاومين وهذه حركة شعوب ناشئة بس اوعوا تصير بسم الله بسم الله ايش نتحرك؟ ايش في ايش؟ حتى اذا تكلم الايدينيين ومن نصر الى الرجال اذا في خدر قول من جماعة المشاهد تعطيني آية قرآنية لكل نصر عندك من خدر القول. آية قرآنية هلا هلا بحمل فيها كل انتظار فيه كل من عند الله ومن نصر من عند الله مش ولا آية تدرسه انت من عليك الملك نفس الليلة ومن نصر من عند الله إن الله ينصره إن تنصروا الله ينصركم. ولن نسمع من مش ثقافة القرآن ثقافة الدين
قال تجيب بقى مدير المنتج من الدولة الأولية. ليش معين؟ قال أنا شفت شعوب من الكورة أنا عمل الدورة. عمل الدورة بس. رسول محمد صلى الله عليه وسلم من مشاكل الناس داير ورد أصنام وتعبد فيها بين وين؟ الله جل فوق. راحوا عزيمة الشيخ وإرادته.
لحد الان يعني اخر ما وصلنا من بين كان زياره للصليب الاحمر واقبال حقوق الانسان اللي حاولوا يزوروا لكن الان مش عم يقدروا يزوروا. الفكره وين؟ الفكره انه الكل يعني قتل يعني الاحتلال استغل ما نمر به او ما مرينا به في اضرابات سابقه وهي على ما اسميها يعني من الثورات الارهابيه مما ادى الى عدم التقدير سواء من المجتمع الخارجي يعني احنا اشخاص الشعب العام اللي يتفاعل مع مسير مغرب اليوم 50 سنه تدري خلينا يعني لسه ما راح يصير له شيء هيك ظني انا يعني لكن الواقع انه كل اضراب له يعني آلية معينة له طريقة معينة بنحكي عن أسير بدل 5 مرات سابقة معتقل 13 مرة مقضي أكثر من 10 سنوات داخل سجون الاحتلال مضرب بخمس إضرابات تعرض لأكثر من 3 عمليات وبالتالي الوضع ما عاد مثلا خضر عدنان اللي عمره 35 اللي أضرب في واحد شهر 11/2012 فبالتالي الوضع الصحي له صعب بالإضافة إلى الشراسة من هذا الاحتلال اللي نال على يدي الشيخ بعد إرادة الله عز وجل 5 هزائم متوالية يحاول أن يبني عزيمته ويظل مستغل انشغال الشارع في يعني في أمور كثيرة وتعويل الشارع على الشيخ وعلى الإضراب وعلى الإضراب في بداياته وبعدين بيتحركها. أنا بقول للجميع أنه الإضراب في مراحل الأخيرة الإضراب يعني دخل مرحلة الخطر لنضد ناقوس الخطر الشيخ اليوم صارع الموت وحده الأصل من كل أحرار العالم ومن كل النشطاء ومن كل من يتغنون بقضية الأسرى أن يقفوا إلى جانبه أن يتحرك الشارع ليس معنى أنهم لم يستشهد يعني أحد الأخوة الذين أضربوا بعض الشيخ خضر في عام 2011 أنه لم يكن هناك استشهاد لا سمح الله للشيخ بالعكس تماما أمنية هذا الاحتلال أن يتخلص من هذا الشيخ ودوره الفعال على مستوى الساحة الفلسطينية ودليل ذلك أنه هو هذا ما قاله عند اعتقال الشيخ قال لي إن كنت تظنين أنني أريد اعتقاله فأنت مخطئة أنا أمنية حياتي أن أفجر لك هذا الرأس فإذا كان الاحتلال يتمنى أن يفجر رأس الشيخ ويتكلم عليه اليوم في هذا الإضراب ويمنع نقله إلى المستشفى إلا بشرط أن يجري الفحوصات الطبية ويمنع الصليب الأحمر ويمنع أطباء لحقوق الإنسان وكل هذه الضغوطات ونحن نقف مكتوفين أيدي فلماذا نلوم الغفير بما يفعله بأسرانا؟ الوضع مؤلم ومؤسف نحن كعائلة نشعر بالخوف والقلق يعني من 3-4-5 أيام لحظة عفوا الشيخ على الخطر أمنا لكن يؤسفنا أن نقول أن يعني الواقع اللي احنا فيه مؤلم أن نترك الاحتلال يستفرد بمن نتغنى بهم بيوم من الأيام كنا في عام 2011-2012-2015 نرفع صورهم ونهتف عاليا بأسمائهم نعتز بانتصارهم ماذا تغير؟ الشيخ خضر ما زال الشيخ خضر والاحتلال ما زال الاحتلال وحق الأسير في الإضراب عن الطعام ونيل حريته ما زال موجود وهذا السلاح الذي يعني يعني معية الله عز وجل وفق الشيخ إليه يعني لا بد وأن يعود الكرة مرة وأخرى يعني من نعم الله وفضل الإضراب أن أمكث الشيخ بيننا مع 2018-2023 وهذه من نعم الإضراب فكيف له ألا يعود إلى الإضراب مرة ثانية في حال تم اعتقاله أمل أن الجميع أن يقف إلى جانبي أمل أن العقول المفكرة الواعية أن يكون لها تحرك يكون لها أثر أملي من جميع في زيجة التي لم نعتقد إلا أنها تقف إلى جانب كل الأسرى وكل الشهداء وخصوصا الشيخ جامعة بن زيد أن تقف إلى جانبي أن يكون لها دور فعال أن تكون هناك مظاهرات فعاليات أن يخرج الشباب إلى نقط الالتماس مع هذا المحتل بإيصال رسالة إلى هذا المحتل أن هناك شخص يعز علينا وإلا صلح الله وقدر الله حصل له مكروه لن يعني تستريح ولن يهدأ لنا بال حتى نأخذ بثأر هذا المقاوم الذي كنا نعتز ونفتخر به سابقا وما زلنا كذلك. وأخيرا نذكركم طلبتنا بأن تحفظوا عهد جامعة الشهداء التي تأبى إلا أن تنصر الأسرى والمظلومين. نذكركم بأن تحفظوا كلمات الأسير خضر عدنان الذي كان بيننا هنا في الجامعة قبل أقل من عام يتضامن وينتصر للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. بهذه الروح الحرة عزيزة النفس كريمة النزل نبرق التحية ونقف معها بجوعها نحو الحرية. شكرا لكم طلبتنا على حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.